هي هذه المناسبة هذه اللي درتوها لهنا وعلاش راه من اللاعبين هذو كيما بلومي كيما خونا قمري كيما خونا برنامج حول راه موجودين لهنا المناسبة تاع هذا التورنوا بلا ما نخفي عليكم باللي راه معانا هنا الاخ والكونسيي جوار تاعنا واللاعب الدولي ينجم يجاوب في بلاصتي ومام طون يقول لك ها علاه جيت لتونس تفضل بسم الله الرحمن الرحيم احنا جينا هنا في تونس باسكو نتي انفيتي على الكونسيي تاع تونس سي عبد الكريم بحاو لونسون تاع هذا بلاتي عندي انفيتيك باغيني هذا لو تورنوا اللي ندار هنا في هذه لا فيل الملعب تاع كارتي تاع فروات تاع فروات هنا اوني فيني كو انفيتي كومباريني هذاك سي فيلا مي حق الحمد لله واتصلوا بنا الناس الفريق هذا اللي هذا اللي لعبنا معهم اون ايت اون فينال اللي زون انفيتي دو جوي افيك لو كي انا كي كي بن صلاح بلومي صلاح اللي بليسي سي بون باك دي سي pour le 50e anniversaire de l'indépendance تاع الجزائر مبارك هنا on est venu on est invité ونشكروا الناس اللي جاوا صافي بليزير كما يقولوا جزائريين ولا لي بار ولا كما يقول هذا احنا صرنا في بليزير دات ريسي بارمي بو والمناسبة الثانية مكتوبة لي الشعب تلم على خبرتين درت صديقة ان شاء الله تكون صديقة مقبولة ان شاء الله على خويا وبا توفاو الله يرحمهم ربي يرحمهم طاحت مع المناسبة تاع عيد الاستقلال وهذا السيد ديما تاعنا ولا هذا بالي الدورة لعبت وي وي مش عارف اسمه علي هذا تريكو تاع علي فوراك تاني تاع علي فوراك رحمه الله هو مؤسس فريق عيط الله الرودي اللي توصل مع في درجة عالية هذه والخلاصة كاع الناس كاع الجزائريين راهم حضروا وساهموا وشاركوا في هذه الدورة المناسبة لعيد الاستقلال شكرا شكرا بزاف الكونسيل اللي دار هذا المجهود تاعه الكونسيل ولونسون تاع الكونسيل نشكرو بزاف بزاف وان شاء الله احنا غدوة راني تانفيتي تانيك في بوردو مع الكونسيل في لا ميم جورني وابري دما ندخلو للبلاد ان شاء الله كيفاش استقبلوكم لهنا الناس المهاجرين كيفاش صافي غرون غرون بليزير قلت لك كونسيل دار كاع المجهود تاعه باش جا ورانا انا تحسب كي بنادم نورمال عادي ونشكرو بزاف بزاف هاي السلام عليكم صحيح صحيح والاخضر خونا هارا هارا يهيئ في روحه هارا يهيئ في روحه هذا ولدي تاع هذه هي تروح للمركز تاع الجزائر الالمان هذه طلعنا من برجلي وفرنسا بالسلاح ما قدروش شو وري هنا هذه ربحت الالمان هذه هي كما قال لك صلاح ربحت الالمان كما صلاح قال لك في البوست قال لك لا ما فيش ادب ما فيش صلاه يا ودي حدا قرب وما يدخلوا العرب داكور لحظة كلمة فقط بالمناسبة هذه اللي راكم رايحين تلعبوا فيها. ذكرنا ونزيد كلمة واحدة أخرى ثاني ماشي المرة الأخرى غادي إن شاء الله أول مرة نزور تونس غادي يزورنا إن شاء الله عجبتك تونس
عجبت بالله شنو بالله موليها لا بالشعبه بصح تحسهم بصح بصح الشعب راه راضي وراه فرحان هذا اللي سابورت واش تخلي انا شابه وما نمشيش لا لا كيفاش حسيت كي جيت لهنا استقبلوك المهاجرين حاليا راني في البلاد طعم الدلة شوربة راني داخل على الماكلة تاع البلاد ما كاش تما ماكلاش من اللي جا ماكلة لا بالفرشي لا بالخدمي جيناش عند الكود بيان سور انا والبلي سابورت انتم تفرحوا أيوم في المعسكر شكر بارك الله فيك في القريه بدون شك في المعسكر رانا نستناو فيك في راديو وطني باش نديرو معاك ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك نقدر كلمه الشناوة vous le voyez, Fatika chaleureusement a été accueilli. Je tiens à souligner l'accueil chaleureux de Monsieur le Consul et tout le personnel du Consul. Je tiens à souligner aussi l'ambiance renforçante qui est ici au niveau de ce stade, au niveau de la ville de Toulouse. Je souhaiterais aussi qu'il y ait une bonne continuation dans ce sens où, à mon avis, il vaudrait mieux axer le travail sur les futures rencontres et les futures compétitions au niveau des jeunes notamment, et bien sûr avec les seniors. Néanmoins, on est très content de susciter un tel enthousiasme au sein de la communauté algérienne et étrangère en général. Donc pour nous, c'est une occasion inespérée de renouer des contacts avec nos amis, nos compatriotes qui vivent ici, notamment à Toulouse, et pourquoi pas en France en général. شكرا بارك الله فيك. كنا نتمنوا على جال باش تكون في الصطاد. اي الله يرحم الوالد. كنا نتمنوا على جال باش تكون في الصطاد باش نشوفوك في سور لو تيرا. حقيقه موا جي ان غرو بروبليم افيك مي شوفي دونك سو بروبليم لا مي بوزي ان مومون دو des problèmes et de difficultés pour m'adapter à tous les niveaux de terrain. Donc mon plaisir de voir mes copains évoluer parce que je les sens et je sais ce qu'ils vont faire avec le ballon à l'avance. Shukran, barakallahu fik. Allah barakallahu fik. Thank you.
أصدقاء بلومي، فريق أصدقاء بلومي الذين يرتدون أقماس علي كوراك رحمه الله، أقمصة سوداء وبيضاء. الله 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 يا رقم 9 فريق مطوبة يسجل هدف رائع على طريقة ميسي أو طريقة كريستيانو رونالدو. الله الله هدف رائع رائع، ولكن فريق أصدقاء بلومي ما زال الوقت. هذه المخالفة هذه الأخضر فرحنا بشيء والأخضر با كنت جات في رأس رضوان لكان هدف أكيدا. الحنين برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. Viva la Siri! الحنين برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة والرياضة والفن. يأتيكم كل جمعة على الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر. Les journalistes auront...